أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم افعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم هو سماكم المسلمين من وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.